أينما كنتم مشاهدينا الكرام أحييكم من بلاطو 100% هوند كما العادة أسبوعيا نتكلموا على كرة اليد. اليوم ستون إيميسيون أن بو سبيسيال ما كاش الأركان تاعنا إلا ركن واحد في الأخير في على فان دو ليميسيون. اليوم كما قلت لكم سبيسيال إيميسيون سبيسيال بور ديكورتيكي دو ماتش امبورطون تلعبوا هاد السمانة عند الإناث مجمع البترولي ضد فريق النادي الأبيض ومباراة في القمة اللي جرت في برج بوعريرج بين شباب برج بوعريرج ومجمع البترولي واللي عرفتوا بلي مباراة في زوج ما خلصوها بك ان بي دي كار بور البيير 18-17 هو ان بي دي كار مجمع البترولي راح البرج وفاز على البرج 16 مقابل 17 عفوا مقابل 16. دونك باش بور باش نبارلي دو سيت دو سي دو رونكونتر من كاع استضيف اليوم في البلاطو تاع هاندبال 100% هاندبال عفوا المدرب لاجوان دي جي اس بي عبد الرحمن كثير على سلامتك عبد الرحمن. السلام عليكم ونشكركم على الاستضافه هذه. اي بي ا ما دووات لو جوور تاع جي اس بي اللاعب الدولي تاع المجمع البترولي مسعود بركوس على سلامتك. الله يسلمك. السلام عليكم وميرسي بور لانفيتاسيون. بون فوالا فوز افي ديجا اون ايدي راح نتكلموا على هاد لي ديبا دونك سون ترانزيسيون قبل ما ندخلوا في الموضوع اون انفورماسيون رسميا الجزائر ستحتضن المونديال تاع لي يو 21 ابتداء من 15 جويلية الى 31 من هذا الشهر في الجزائر دونك سي اوفيسيال والتيراج او سور تاع لي بول اورا ليو راح يجري اليوم 11 ماي في بال في سويسرا دونك هنيئا للفريق للجزائر على احتضان هاد المونديال تاع لي يو 21 100% هوند تبدا دوك. الوغ دونك نبداو لا بروميير ميتون تاع ليميسيون 100% هوند مباراة في القمة بين شباب برج بوعريرج ومجمع البترولي اللي جرات في البرج وين كما قلت لكم السكور ايتي السكور فينال 17 مقابل 16 لفريق المجمع البترولي مباراة في القمة. السؤال الأول إلى السيد عبد الرحمن كثير. عبد الرحمن الشباب البرج كانت أسوان صوت من دي بونور قبل المباراة تاعكم ربحتوا الماتش اليوم المجمع البترولي هو اللي راهو أسوان صوت من دي بونور باش يجيب لو 28 تيتر دو شامبيون دالجيري. على كل حال الحمد لله ربي وفقنا باش لحقنا المبتغى تاع الأهداف تاعنا. نشوف انا في هذه المقابله وين كانت فيها ترو دو بريسيون وين هي على كل حال مباراه تاع كره يد بصح كانت فيها بوكو دو بريسيون وين البرج كان لازم يفوز على المجمع ولا يعمل تعادل باش يكون اول تيتر ليهم في لمدينه البرج. احنا على كل حال كانت عندنا مسؤوليه وين هضرنا مع اللاعبين وقلنا لهم باللي المقابله هذه راح تتلعب تما سو بريسيون كدا لازم واحد يكون كونسيون بالمسؤوليه والحمد لله اللاعبين كانوا طبقوا كامل التعليمات تاع المدربين وكون شفتوا المقابله وين الحمد لله في لافان السكور كان لينا. تري بيان مسعود سيتي لو ماتش كي فالي با بيرد مباراه اللي ما لازمش تخسروها ميم با تعادل سي سور ماشي انا ما نقولش بلي غير مباراه تاع البرج ما كانش لازم ننهزموا فيها. الماتش اللي خسرنا كونت براقي وكونت البرج كان على كنا في امام حتميه نفوزوا كاع مقابلات الحمد لله احنا فزنا كاع بهم وكما قلت هذا الماتش كان لازم علينا نفوزوا خاطر قدرنا باك ماتش نيل ولا ميم دي فات 99% تي تاعنا يروح الحمد لله عرفنا كيف نديروا الماتش مالغي كنا خاسرين بهكا 7 مينوت دو لافا عرفنا كيف نعاودوا نقعدوا كالم والحمد لله عاود دينا كاع القوه تاعنا باش فزنا عليهم. سبعه مقابل ثلاثه بعد 20 دقيقه من الشوط الاول
ثلاث اهداف اون ديفونس سي اون تري بون ديفونس تاع جي اس بي، ولكن مع الوقت في العشر دقائق الاخيره تاع الشوط الاول كانت عوده كبيره لفريق البرج كي ريست كوم ميم اون غراند ايكيب دو هاندبول باسكو ايزون تروفي البارح معكم بلي داروا اون بون بارتي، ولكن عوده فريق البرج الى 7-6 نهايه الشوط الاول. في الشوط الثاني انقلبت الامور وعادت البرج اون افونس دو ان بوت 9-8. واش صرف عندكم في العشر دقائق الاخيره تاع الشوط الاول والدقائق الاولى في الشوط الثاني؟ هي على كل حال كاين الى نحكيوا على فريق البرج رانا نشوفوا بلي صافي 2-3 هادو الاخرانيين كل عام ويقدم فريق لاباس به. راكم شفتوا العام اللي فات وين البطوله ثاني تلعبت بيننا وبينهم في برج الكيفان، وهذا الماتش هذا وين كانت فيه تما هي كي نبداو نشوفوا سكور نلقاوه 17-16 كيسيون دو الاهداف ما كاش بزاف. نقولوا الى ديكورتيكينا الماتش هذايا نقولوا باللي هذا الماتش كان فيه انقطاعات في اللعب تما الماتش كان يحبس بون لي دو كوتي. انا نهضر على الفريق المجمع تاعنا وين ما قدرناش نروحوا في الريتم ما كملناش في الريتم ايفيدامون بالك البرج كيف سي بور سا نشوفوا السكور بلي ماهوش كبير واللي نوفيل طوندونس دوك في الهاندبال وين تشوفوا لي سكور دوك تالموس الهاندبال ولا ترو رابيد تشوف لي سكور من 30 الفوق. وحنا الى هضرنا من هذا الجانب نقول بلي جزنا على باساج افيد اللي بطا براتيكمون من 26 مينوت تاع بريمير ميطون ما ماركيناش حتى 11 مينوت تاع دوزيام ميطون 15 مينوت سو ماركي فوالا. الحمد لله كانت الاستفاقه في الوقت المناسب تاع اللاعبين وين شفنا اللاعبين اليتي كانوا بيان كونسونطري وين الخمس دقائق الاخيره مام كي خداو علينا سكور البرج ما تقلقناش اون با بيردو بوكو دو بال وين شفنا باللي ضيعنا كورتين. ومن بعد خمس دقائق الاخيره استفاقه تاع كل اللاعبين اللي كانوا في الملعب مام اللي دخل شفنا لاعبين عاودوا دخلوا كانوا لوسيد ما بحروش لا بال ايزون با في دو فوت اون ديفونس اللي تما كانوا بيان كونسونطري اون فاس الغارديان دو بوت. دونك الحمد لله خمس دقائق الاخيره وين الفريق شفناه الى بري اون ماتوريتي في هذه الخمس دقائق الاخيره. في الشوط الثاني مسعود بركوس النتيجه تقلبت رجعت 13-11 لفريق البرج وكان بقى حوالي واحد 12 دقيقه او 11 دقيقه. واش كنت داير في راسك؟ الماتش راح عوده قويه لفريق البرج؟ نو باش نقول لك الماتش راح كان باقي لنا كيما قلت 18 مينيت لعبوا افون. احنا لي جوار كان عندنا ليكسبيرونس في هذا الشيء وين بامال دو ماتش هذا العام بالك لي زيكيب داو علينا لافونس دائما من الدقائق الاخرين كيما ماتش تاع سكيك دا فلاكو من ماتش كومبلي احنا منهزمين مع لافان تاع دوزيام ميطا عاودوا رومونتينا سكور وفزنا بالمقابله. الحمد لله احنا نشوف بالك الخبره تاعنا باكيه اللي صنعت الفارق مع لافا ومام اون ديفونس كنا بيان جروبي هو اللي خلى بالك الفريق البرج يرتبك شويه من الناحيه هذه. الحمد لله عرفنا كيف نديروا كيما يقول لك موني تايم هو اللي خلى انا نفوز بالمقابله هذه. التجربه لعبت دور كبير الجمهور تاع البرج الملعب الضغط لا بريسيون البرج 60 دقيقه على التتويج سي سير وين بالك الجمهور اثر عليهم هما ثاني وين احنا الفريق تاعنا نبغي نكرهو موالف باللي لعب بهاد الضغوطات وين ماشي غير مع الفريق البرج بقى لي زيكيب عندنا هذاك الضغط مع الجمهور وحنا درنا ابستراكسيون كاع هذا الشيء وكنا محضرين من هاد الناحيه وعرفنا كيف نفوز المقابله هذه. اهداف سجلتهم المعدل تاعك؟ نو الحمد لله بالك في الماتش كومبلي باك ما كنتش انا باك حتى ال 10 دقائق الاخرين باش عاود ديت ما باليش عاود فزت على كنت بيان هو اللي بالك خلى الفريق هذا يعاود ولا موين تاعو ديبيت بار ماتش لا موين سي ديبيت ولكن باش نشوفوا باش تذكر المشاهدين الكرام بالمباراه الشباب برج بوعريرج
والمجمع البترولي سيتي لو ماتش تاع لا ميور اتاك كونت لا ميور ديفونس دو شامبيونان لا ميور اتاك سي البرج لا ميور ديفونس سي لو جي اس بي 20 مينوت دو جو 7-3 بور لو جي اس بي البرج مدارين لي ماركو بزاف لي بوت لقاو صعوبات ولكن برافو اونكور اون فوا ليكيب تاع البرج باسكو لو ماتش خلاص الا فرق هدف واحد دونك ما كانش اون ديفيرونس كبيره سي تادير كو الفرق كانت مباراة حماسية كانت هذا كان حماس بون المستوى ما كانش كبير المستوى اكيد لازم نقولوا منه ما كانش مستوى لان كان تخوف منه ومننا كاع ما كانش في المستوى على كل حال الى نهضروا على المستوى ما نقولوا مستوى متوسط ف فوالا جوست موان تما لونجو كان كبير على كل تما فريق البرج يحوس على ماتش نول ولا الفوز باش ياخذ البطولة وحنا كنا لازم علينا نفوزوا دونك اون ايتي ترو بريدون في شاك اتاك كنا نعطيو لها حقها شاك بال عندها حساب سي بور سا ما نقدروش نقولوا بلي كان مستوى عالي ولا نقولوا بلي تما المهم والاهم في هذه المقابله هو الفوز كان مانو نقول لك نقول مانو باسكو نعيطوا له مانو الياس فوالا بور لي زانتيم مانو ما دوقت حاليا بقالت لكم مباراه واحده ضد فريق عين توتا تستقبلوا عين توتا في الجولة الأخيرة ولكن هل هذا هو أصعب مباراة في الموسم؟ سانسيرمون سعيد أنا هكذا بحكم التجربة وحكم ما واش يصرى في كامل في الرياضة أنا بور موا سي لو بلو ديفيسيل باسكو باش تحكم أنت أون إيكيب كيما جي إس بي بالأرمادة تاع اللاعبين اللي عندها باش تقدر تموبيليزيهم وتريسبونسابيليزيهم باسكو بقى ان سول ماتش وين لازم علينا نفوزوا وعليه من لازم تفوز على فريق عين توتا اللي فريق غني عن التعريف في ايكول في كره اليد حنا على كل حال هاد لاطاش رانا حاطينها بعين الاعتبار واللاعبين راهم واعيين بالمسؤوليه باللي نقدروا 60 مينوت راح كلش تما وي اكيد الى هاد اللحظه هذا اوني با اونكور شامبيون مازال ما رانا شامبيون صح اكيد راه اوني برومي فريق البرج او دوزيام فارق نقطه واحده الويكاند بروشا كلشي يقدر يتبدل البرج سيلعب في سكيكدا كلشي يقدر يتبدل وانتم ما تستقبلوا فريق عندك دونك حنايا واش لازم علينا اوني با اونكور شامبيون ان شاء الله الفريق احنا لو بوت تاعنا سي الفوز بكل مقابله تاع البلاي اوف الحمد لله الى مقابله تاع البرج رانا فايزين كل مقابلات مازالت مقابله واحده والعهد اللي تحطينا بين اللاعبين والستاف وكذا هو الفوز بكامل المقابلات باش نكونوا شامبيون ان شاء الله المقابله تاعنا الجمعه هي اللي حتفصل شكون اللي حيكون شامبيون ان شاء الله دونك لو ديرني ماتش دو لا سيزون في اليوم الجمعه الاسبوع المقبل بين فريق مجمع بترولي يستقبل عين توتا وفي الحين فريق شباب برج بلد سينتقل الى سكيكدا باش يلعب كونت ليكيب تاع سكيكدا دونك اون ا ترو بارلي دو برج بلد جي اس بي ا ان بوين وين سينا لي زوتر ماتش وتلعبوا لي زوتر ماتش respect pour toutes les équipes parce que on va parler un peu sur les autres matchs et les équipes اللي لعبوا ونشوفوهم مع الياس على السانتي دونك سي لا 17 سي لا 7e journée l'avant dernière journée فريق المجمع البترولي فاز في برج بعرير 17 مقابل 16 في الحين شباب الرقي انهزم في ميدانه امام اتحاد ورقلنا 24 مقابل 19 عين توتا تنهزم كانت في ملعبها امام سكيكدا 31 مقابل 26 واخيرا الشباب شلغم العيد يفوز هلال شلغم العيد يفوز على فريق ميلا 28 مقابل 25 عندكم ترتيب على لو سانتي يقول بلي فريق المجمع البترولي في المرتبه الاولى ب 19 نقطه متبوع بالبرج بنقطه واحده 18 نقطه في المرتبه الثالثه عين توتا ب 15 بوان اي اون كاتريام بوزيسيون دو زيكيب هما سكيكدا وشلغم العيد افيك 12 بوان بالرقي سيزيام افيك 11 بوان افون ديرنيغ بلاس ميلا افيك 8 بوان اي بون ديرني ليسيو افيك 7 بوان دونك نعاودوا نبقاو قبل ما ننهوا الشوط الاول تاع الحصة والمباراة برج بوعريرت وفريق مجمع بترولي كانوا لاعبين في الميدان من جهة واحدة كان عبد القادر السنوسي من جهة وكان عبد الملك سلاحجي من جهة نبدأ بعمل عبد الملك سلاحجي أدى مباراة من أروع ما يكون
en un mot, il y avait un grand géant, un géant في المباراة في الهدف لي بوا 16 arrêts ومركاولو 16 هدف. Donc حسابيا c'était monsieur 50% مساعد. Oui, mais الحمد لله مالك عاونا بزاف هذا الماتش وين بالك هذا ميور ماتش تاعو في هذه لا سيزون. الحمد لله حنا نشكروه ونشكر ثاني لا ديفونس اللي عاوناتو اللي خلات بالك البرج ما يقدرش يسجلوا بكل سهوله. الحمد لله سلاجي كما قلت ان غران غارديا ويقعد توجا ان غران غارديا ان شاء الله مازال نطرو ماتش يزيد يعاوننا مالو. على كل حال مالك سلاجي سي اون ريفيرونس في كره اليد معروف الى في سي بروف. المقابله هذه مالك سلاجي كان عليه ضغط وين لازم يؤدي مقابله باش يكون تما يحط البصمه تاعو في هذا العام تما هذا لا سيزون. الحمد لله المقابله اداها كما لازم الحال. الى في كما قلت انت راهو عندك لي ستاتستيك وين الى في بوكو داري وين ما خلاش فريق البرج ياخذ اكثر من هدفين ولا. الحمد لله على كل حال تسمى لي نوفيل توندونس تاع الهاندبال الغارديان بوت ولا ماشي 50% ولا 70% اكيد. دونك نقدروا نقولوا باللي 70% بصح في حاله واحده اللي ياخذ هذا الميريت كي تكون لا ديفونس تسمى ديفوندي مليح دونك الغارديان يدي هذا الميريت تاع 70%. الحمد لله حنا شفنا لا ديفونس تاع المجمع وين ديفوندات وين لازم ديفوندي ديفوندات ومالك سلاحجي في لي زاري اللي جبدهم تسمى دي فاس ا فاس دي تير من 9 مات وين كان في نهارو الحمد لله. والفريق تاع البرج ثاني راهو مشكور. انت قلت عبدو سنوسي عبد القادر هو الغارديان اسمه ادري هو اللي كان في لي بوا لالي هو اللي كان في لي بوا وين ثاني دار دي زاري وين كيف ما خلاناش ناخذوا هذاك الفارق تاع 5-6 اهداف وين نقدروا نجيريو كيما نحبوا. دونك كيما قلت انت لي غارديان سورتو كو عبدو السنوسي كي كانت النتيجه 13 مقابل 11 كانت رميه 7 امتار يظهر لي تاع عبد الرحيم اللي ما سجلش اعطى كونفيونس للفريق اللاعبين تاع البرج اللي ما استغلوش الفرصه في الهجوم. لازم نقولوا بلي لي جوار تاع البرج ايزون في دي زيغور اون اتاك وين ما نقولوش الاخر دار هكذا اون اتاك مي سي سا لو هاندبال. دونك المهم المباراه كانت شيقه ولكن الناس كانت تحكم كانت تهضر على ان فولي تري امبورتون التحكيم. ثنائي التحكيم اللي دار المباراه هذه أرموس وشامبي عباس أرموس وفوزي شامبي ايتي كريتيكي دو باغي دوطخ داروا أخطاء. أنتم كيف شفتوا التحكيم في المباراة هذه؟ على كل حال أنا حاجة الأولى لازم نقولها شابو هذا لا بير داربيت. علاش نقول لك علاش؟ باسكو il fallait voir la pression اللي كانت في الماتش تما لا بريسيون اللي كانت في الماتش. أنا دوك نقول لك الحكام هذو اللي داروا هذه المقابله ولا الحكام واحد اخرين راك فاهم. انا واش نقدر نقول بلي الحاكم راهو ما راهوش اله راهو اتريما. انا هكا نشوف اتريما يقدر يغلط من هذه الجهه ويغلط من هذه الجهه. الحاكم اللي زاربيت لي اربيتر اول ماتش تاع البرج علاش قلت لك نفيليسيتيهم ايزون بري دي ديسيزيون وين على كل حال كونتر علينا ولا علينا ولا ايزون بري دي ديسيزيون في دي مومون تري كريتيك في الماتش من كل جهه جهتكم من جهه البرج ولا جهه جي اس بي. هذا الشهاده تعاودوا تشوفوا الماتش بالك تكونوا داكور معايا. دونك انا من هذا المنبر نقول باللي هذا الحكام هذو ولا واحد اخرين ولا يا ناس هاد الحكام راه ماهمش آلة راه دي زات ريما يقدر يغلط غلطة زوج ثلاثة أربعة خمسة مام في العالم كامل في كرة اليد في العالم دي زاربيت يغلطوا دونك وفي دي في دي ماتش اللي فيهم لا بريسيون يغلطوا. دونك الماتش هذايا الناس هي تقول بالك لي زاربيت شكون عاونوا نقدروا شكون عاونوا فريق المجمع. حنا 6 مينوت لافان كنا خاسرين دو بيت كيفاش عاونوا كيفاش يعاونوا. احنا نقولوا باللي انا نهضر على بالك انا هذا رايي الشخصي نقول باللي المومو وين لازم يستغلوه البرج
ويحكموا هذوك دو بوت يكملوا بهم الماتش ما استغلوهمش. الحاكم ما يقدرش ينحي لك بالون فاصا فاص تراتي، ما يقدر يقول لك تراتي انت اللي راتيت ماشي الحاكم. دونك احنا نقولوا في المقابله هذه الحكام مشكورين. وهذا ما كان مسعود الحكيم خويا واش نقول لك انا ريسبي لهاد لي دو زاربيت كيما قال مانو كانت عليهم بريسيون انورم بالك بالك انا اخنا اربيت بالك يدير اخطاء بالك اكثر. واش نقول لك الحكمان بالك خطاوا من جهتنا وخطاوا من جهتهم مي هذه كره اليد. واش نقول لك حنا ثاني الحكام كان يخطاوا من المقابله اللي نهزمنا وجامي كريتيكيناهم جامي كنا دائما نحصلوا في روحنا باللي كما قال مانو تماركي لابيت ما عندهم ما يدير لك. الحمد لله ليسونسيال المباراه قعدت في النطاق الرياضي سورتو حنا بينا وبين الجوار تاع البرج هذاك هو ليسونسيال. وشفنا شفنا سفري بون اكيد التحكيم كما كما الى ريزومي مانو سفري خطاوا من جهه البرج ومن جهه المجمع ولكن كانت مثال بون احسن مثال خروج مؤقتا دقيقتين لرياض شهبور ما كانش فيه هكذا خروج ولكن ما شفنا حتى لاعب تاع المجمع يهضر مع الحكم. هذه هي دوك الاربيت كي الاربيت الاربيت انا نفهم الاربيت كي يعطيك 2 مينوت وانت تبدا تريسبيتي تقول له ماشي انا ناحي 2 مينوت يقول لك لا لا عاود تدخل خلاص خذا لا ديسيزيون تاع 2 مينوت ما نقدروش نرجعوا رانا في ماتش وين لازم مام اللاعب هذاك كي يخرج يزيد شهبور ولا اي لاعب يخرج لازم يريح كونسونتري دقيقه ولا دقيقتين ولا مازال خمس دقائق باش يخلص المباراه. احنا حاجتنا باللاعب خرج دقيقتين دونك احنا نشوفوا باللي ابريسياسيون تاع الاربيت شاف بلي دقيقتين تخرج واش حتهضر واش راح تقول تما لا ديسيزيون اللي خداها خلاص لا رجوع فيها. دونك الحمد لله اللاعبين تاعنا تاع المجمع وين هاد المسؤوليه واعيين بها باللي الاربيت انت جوار لعب في التيران واش يقول الاربيت هو اللي عنده الحق اكيد انت ما عندكش الحق العب في لافا ونشوفوا النتيجه كيفاش. هذا هو الشعار تاعنا والحمد لله انا ماشيين به تري بيان. والمباراه بالتذكير جرات مستوى قلنا ما كانش مستوى عالي جدا كان تخوف ربما من جهه المجمع البترولي باش يعاود يجيب لا فيكتوار وتخوف البرج يلعب امام جمهوره كان على 60 دقيقه على التتويج الاول في تاريخه في كره اليد ولكن المباراه كما قلت لكم خلاص 17 مقابل 16 لفريق المجمع البترولي. نهايه المباراه كانت مؤسفه الصعاغيف بون المهم ربما الجمهور تاع البرج كان يتمنى الفريق تاعو يربح في المباراه ويتوج رسميا على ولكن المباراه صرا واش صرا احنا هذا الشيء لازم نمحوه ميريسانا هي اخرتها كاع كره اليد وهي لعبه ولكن الشكر يرجع الى رئيس فريق شباب البرج برامج سي خالد عشاشه اللي ادى بوكو شوز الى في توسون بوسيبل باش يحمي اللاعبين ويحمي الحكام من هذه التصرفات اللي شفناها في الدقائق في بعد المباراه عفوا. دونك الشكر يعود الى هذا الرئيس اللي ربما كون فريق خدم هو رئيس بوندون دي زاني وين كون فريق وين العام اللي فات كان نائب بطل وهذا العام ربما سيبقى نائب بطل ربما اون سي جامي مازال ما خلص الشامبيونا. فريق البرج راهم اهل الى الكاس الجزائر ربما راح يلعب بالنهائي دونك اون تري غون ديكيب افيك دي جوار دو كاليتي الياس غيرا حموش سنوسي اي جون باس بون حل حل ما لعبش اسامه يا دي جوار كي نون با جوي سي فري كو لي زابسونس تاع الفريق البرج ربما اثروا على الفريق ولكن نظن بلي البنك تاع المجمع البترولي كان غني جدا وعندهم دي سبستيسيون. المهم المباراه انتهت 17 مقابل 16 برافو بور لو جي اس بي و بون كوراج اوسي بور ليكيب تاع البرج. اونكلو نغلقوا الملف تاع مباراه المجمع البترولي مع ضد فريق شباب برج بوعريرج اي Je vous donne rendez-vous dans quelques instants, deuxième mi-temps. Attends, gâtez les commandes. Parce que la deuxième mi-temps, Raïm Léh. A tout de suite. لم تكن وحيدا عندما انطلقت باكرا تواجه نفسك. أو عندما سهرت حتى مطلع الفجر بمفردك. لم تكن وحيدا عندما شعرت بالخوف من تلك اللحظة.
أو عندما اشتقت لتلك اللحظة. لم تكن وحيداً عندما تغلبت على شهوات أو عندما أطلقت العنان لمشاعر. لطالما كنا بجانبكم وسنظل دائماً نساندكم. عودة مجددة مشاهدينا الكرام في حصتكم 100% هوند دونك دوزيام ميتون سبيسيال جي اس بي البيير الاناث. مباراة كانت شيقة ما كانتش مهمة كما الماتش تاع الذكور لان فيه مباراة العودة. قبل ما نروحوا الى مباراة الاناث سؤال لمسعود بركوس بعد خوك عبد الرحيم لي شامبيون مع الترجي ارزيو يطلع الى ليكسيلونس وخوك محمود يلعب في فئه اقل من 19 سنه وراه متاهل الى نهائي كاس الجزائر مع فريق مسيسه هي واحد الحومه جايه في بطيوه راح يلعبوا مع كونت فريق برقي وانت ربما ستتوج بلقب هذا العام. نجمو نقولوا بلي لا فامي بركوس عمي عبد القادر فرحان سير الحمد لله هذا العام بركه عام تاعنا تاع لي بركوس ان شاء الله احنا سواء أنا ولا خوتي إن شاء الله نتوجوا بالكأس وتاني نهني فريق ترجي أزاوي الصعود ونهني تاني خويا محمود يتكلف الله فينا إن شاء الله ختامها مسك إن شاء الله 100% بركوس تخي بيان أيا جي اس بي البيير الماتش روتار تلعبوه الماتش روتار اللي تلعب اليوم 6 جانفي صرف فيهم دي ريزيرف والدنيا وما كان نعاودو نقولو لعبوها هاد الجمعة في قاعة برج الكيفان النتيجة النهائية 18 مقابل 17 لفريق نادي الأبيار. سيتي لو ماتش دو لا ميور اتاك كونتر لا ميور ديفونس ميور اتاك البيار كو ميور ديفونس جي اس بي فيكتوار كيما قلت لكم تاع البيار 18 مقابل 17. يفو بريسيزي برك سي لا بروميير ديفا تاع مجمع البترولي ابخي 33 فيكتوار كونسيكوتيف ان شامبيونا سي لا بروميير ديفا داروا 33 فيكتوار العام اللي فات داو شامبيونا 16 ماتش 16 فيكتوار ايزون جوي اليوم لا 17ام جورني دونك ايزون 33 فيكتوار كونسيكوتيف قبل ما يخسروا هذه المباراه اللي راح نشوفوا ريزومي دون ان في تي ار بريزونتا هنا حمزه مصباح. الفوز بلقب البطولة الوطنية لكرة اليد وإنهاء هيمنة المجمع البترولي عليها هو الشعار الذي رفعته لاعبات نادي الأبيار عندما واجهنا خصمهن العنيد المجمع البترولي في مباراة الذهاب من نهائي البطولة الوطنية لقسم الممتاز والتي جاءت غاية في الإثارة والودية والتشويق. شوط المباراة الأول كانت فيه الأسباقية للشبليات ربح قرعيش اللواتي ابتدينا بالتسجيل منذ الدقيقة الأولى وإلى غاية الدقيقة 25 حيث عادت لاعبات نادي الأبيار في النتيجة وتمكن من التسجيل في عدد المناسبات من محور الدفاع وعبر الأجنحة إضافة إلى تسجيل أغلب الهجمات المرتدة. عوامل سمحت الأبياريات من إنهاء المرحلة الأولى بتعادل 10 إصابات مقابل 10. بداية الشوط الثاني عرفت تعادلا في الأداء والنتيجة هجمة بهجمة في مباراة عرفت أيضا لقاء تونسيا داخلها بين اللاعبة شيماء جويني من المجمع وإلهام غريسي من نادي الأبيار. التفوق عاد لهذه الأخيرة دفعت مررت وسجلت وكانت السم القاتل لدفاع المجمع. نلعب 45 دقيقة هجمة معاكسة قادتها اللاعبة سارة بالنابي تعطي التقدم للمجمع البترولي بعدها تعمق الفارق كل من نسرين حمر وكاهن حليش لتصبح النتيجة 17 إصابة للمجمع البترولي مقابل 14 إصابة لنادي الأبيار. بوادر عودة شبليات لأجواء اللقاء بدأت 6 دقائق قبل نهاية المباراة أين تمكنت رفيقات المتألقة إيمان بن عوامري هدافة اللقاء بسبعة أهداف من إعادة تنظيم صفوفهن تنظيم سمح لهن بالتعديل أولا ثم إنهاء المباراة بفوز هام 18 إصابة مقابل 17 إصابة جعلت نادي الأبيار ينفدر بالصدارة قبل مباراة العودة التي ستجرى الأسبوع القادم في قاعة الأبيار.
c'est vrai que c'est une victoire qui est bien pour le moral, c'est tout. Parce que يعني المقابله انا j'avais dit le بنات تاعنا بلي si on gagne un but, deux buts, trois buts, on aura rien fait. يعني c'est vrai que le match va se jouer le dernier match. Now on a gagné, on a un ascendant psychologique parce qu'on a gagné. C'est toujours bien de gagner, garder la dynamique des victoires. Bien qu'aujourd'hui on a commis beaucoup d'erreurs, on a vu quelques ratages, on a raté des actions face à la gardien de but. On aurait pu gagner, comme on aurait pu perdre. On a joué contre une très bonne équipe, je pense que les deux équipes se valent. Ça s'est joué sur des détails. Aujourd'hui je pense que... on est le match هذا par rapport au premier match اللي لعبناه في la première phase. Je pense que notre équipe est beaucoup plus équilibrée. On a des joueuses qui nous ont aidé énormément. Il y a des joueuses qui ont émergé في la deuxième phase. C'est vrai qu'on a une équipe jeune, il leur fallait un peu de temps pour s'affermir. Et je pense qu'on commence à produire du bon handball. C'est une joueuse qui, la deuxième phase, elle nous fait une excellente deuxième phase. Moi, je suis content pour elle parce qu'elle a beaucoup de qualité. Et maintenant, elle commence à jouer avec beaucoup d'aisance. Alhamdoulilah pour elle, tant mieux pour elle. On a d'autres joueuses aujourd'hui qui ont joué un peu crispées, à l'image de Ben Salem Amena, qui peut donner, qui a beaucoup de qualité. On a des joueuses qui reviennent de blessure qui m'a Souad. Donc je dis qu'on a des joueuses qui sont en train d'aider l'équipe et d'autres qui arrivent. Le jour où toutes ces joueuses-là joueront à leur niveau, je pense qu'on produira encore un handball meilleur que ce qu'on a produit aujourd'hui. On a dit que le match n'est pas décisif, il est important. Bon, c'est vrai, on a perdu. Ça sera, Inch'Allah, beaucoup plus un travail de récupération psychologique, au moins pour remonter un petit peu la pente. Avant cela, on doit gagner le match de Saïda. Comme ça, on aura tous les moyens pour Dina renverser Inch'Allah le match de Albiya. Justement, on est toujours en train de payer la compétition arabe. Bon, c'est tourné vie physique. En plus, les blessés qui n'ont pas. On a tiré beaucoup trop sur les blessés. Inch'Allah, on aura un peu de temps pour récupérer. Une très belle victoire. Alhamdulillah, en tout cas, on a gagné. Ce n'est qu'un match aller. On a fait un but. Ça a été un match difficile. Il nous reste encore le retour qui va être encore plus difficile. Mais bon, on a fait un bon match. Inch'Allah, le retour, la Obal, la Coupe, Inch'Allah. Maintenant, oui, mais après, rien n'est joué. Parce que le handball, à la bonne, a blé que tout peut changer à dernière minute. En plus, qui m'a raconté que c'est juste un but. Donc, vraiment, rien n'est joué. Voilà, il nous reste le match retour. Et donc, comme a dit Iman Ben Omari, mazal le match retour, donc rien n'est gagné, parce que le فرق كان إلا هدف واحد, ولكن المجمع البترولي كما قال ربح قريش لازم يربح قبل المباراة تاعو اليوم الثلاثاء ضد فريق حواء سعيدة. سيتي أما سيري مانو, أنت كنت حضرت المباراة؟ بون سيتي وي سيتي سيري كما شفنا في الفيتيار دوكا, وين المقابلة كامل البنات تاع جي اس بي كانوا متحكمين في المقابلة, وين شفنا في الدقائق الأخيرة وين استغلوا الغلطات تاع البنات تاع جي اس بي, استغلوهم البيار وين كانوا ايفيكاس ويزون باراتي وخلاص المقابله. هدف بروميير افونتاج لينا ديال البيار في الدقيقه 25 في الشوط الاول 9 مقابل 8, دوزيام افونتاج البيار 11 مقابل 10 في الدقائق الاولى في الشوط الثاني, وتروزيام افونتاج اي ديرنيير افونتاج بينيفيك البيار 18 مقابل 17 هدف ايمان بن عمري في الدقائق الاخيره. اون ايكيب تمني غير 3 فوا او سكور وتدي الماتش. البيار سي اون ايكيب كي جو انتيليجامون, نقدر نقولوا كيما تقول انتيليجامون, مي هذا هو هذه الرياضه. لازم نفهموا باللي كل شيء تلعب في الدقائق الاخيره, كيما يقول لك ناديين يتقاربوا في النيفو, وين الدقائق الاخيره هي اللي كانت مهمه, هي اللي عملت الفاصل. دونك الدقائق الاخيره في المقابله هذه تاع جي اس بي البيير كانت بور البيار. دونك الى نشوفوا المقابله اللي لعبوها في هذه اللي على جالها تعاودت المقابله, وين فريق المجمع كان في الدقائق الاخيره اللي هرب في السكور. دونك فريقين يتقاربوا في المستوى, هي الدقائق الاخيره هي اللي تكون الحاسمه. سعود, انت شفت معنا الفي تي ار ريزومي, ما كنتش هنا, انت كنت في
هكذا في البرج. واش تقول نتيجة مجمع بترولي إناث ونادي الأبيار؟ كان الماتش تاع الأبيار ولا جي اس بي قبل الماتش ما تعرفش شكون راح يفوز، وين تشوف المستوى متقارب كبير، ودائما الماتش يخلص 1 2 بيت ماكسيموم. انا نقول لي جواز تاع جي اس بي مازال ما نوتر ماتش، ان شاء الله يفوزوا به باش هما ياخذوا البطوله ان شاء الله. ان شاء الله دونك. ولكن التذكير كنا تذكير فريق الابيار عنده لعبات رائعه على ايماج دو الهام اغريسي ولا فريال البلوشراني اي بي لا غارديان خوخو une très bonne équipe تاع فريق المجمع بترولي aussi qui reste quand même une bonne équipe. donc il faut s'attendre ان شاء الله اليوم الجمعه المقبل تكون مباراه حاسمه في قاعه مختار عربي ديال الابيار. تكلمنا في الشوط الاول على التحكيم تاع مباراه مجمع بترولي وشباب برج بعريرج عند الذكور. نتكلموا avec un vétéran على لي زاربيتر اللي داروا مباراه مجمع بترولي والنادي الابيار اناث اللي هما يوسف بالخيري وسيد علي حميدي. تبعوا الفيتير توجور افيك حمزه مصباح. الاحتجاجات، سوء التحكيم، المناوشات واتهام الحكام، عادات عرفت بها البطوله الوطنيه لكره اليد نساء ورجال منذ عديد السنوات. ولكن المتتبع لتحكيم مباراة نادي الأبيار والمجمع البترولي يرى صورة أخرى للتحكيم في البطولة المحلية. تألق واضح من طرف ثنائي التحكيم حامد سيدعلي وبالخير يوسف اللذان عرف كيفية التحكم في المباراة وتطبيق القانون والخروج من ضغط طاقم الفني للفريقين العاصميين ليكون اللقاء وبشهادة الجميع الأحسن تحكيم منذ انطلاقة البطولة. تألق ثنائي التحكيم محليا سبقه تشريف للسافرة الجزائرية في المحافل الدولية والذي كان مؤخرا في أغادير المغربية بمناسبة كأس إفريقيا للأندية. التنسيق والخروج بدون أخطاء تحكيمية في كل مباراة هو ما ميز لقاءات المتألقين حميدي وبالخير منذ بداية الموسم، ما جعلنا نقول شهادة حق لثنائي التحكيم بنزاهته التي أصبحت مطلوبة في لقاءات كرة اليد في الجزائر. يوسف بالخيري وسيدي علي الحميدي اداو تحكيم رائع. يفو دير لي شوز سو كالسون، حكام كيديروا اخطاء كنا نقولوا يديروا اخطاء، وحنا كيقولوا يديروا اخطاء افيك دي بروف كيكون فيديو ما كان نعاودوا على الاخطاء، ولكن التحكيم كيكون في المستوى لازم نقولوا كان في مستوى. سيتي لوكا تاع مسيو بالخيري اي مسيو حميدي، ثنائي تحكيم من اروع ما يكون هاد الزوج مانو. على كل حال احتراماتنا لهاد الحكمين، وين كي تشوف حكمين كيما هادو في المقابله، وين اللاعبين يكونوا مرتاحين في راسهم الفريقين وتشوف ان بون سبيكتاكل فاهم. دونك لي زاربيت في كره اليد ولاو دوكا يفون بارتي من سبيكتاكل. دونك اربيت يقدر يخسر لك سبيكتاكل كوم يقدر يكون هو وين مشارك في سبيكتاكل. ونقولوا بلي هاد الحاكمين وكاين حكام واحد اخرين وين يلسون افيليسيتي، حنا برك حاجه برك تسمع الامكانيات واللي ما عندهمش هاد الحكام هذا، والله غير تبقى مستغرب وين تشوف مقابلات كيما المقابله اللي لعبناها البارح البرج وجي اس بي، ولا مقابلات واحد اخرى وين الضغط يكون كبير وتسمع الامكانيات اللي عندهم هاد الحاكمين الحكام، والله غير تبقى مستغرب تقول تما كوراج. مازال عندنا حكام يهضروا عليهم في المستوى العالي وبامكانيات ضعيفه. احنا نقولوا للمسؤولين هادو شوفوا لهاد الحكام اللي راهم كالكو بار ميعانيو ان شاء الله يعطولهم الامكانيات اللي لازمه، وين يكون اربيت كيجيك سور تيرا الي الاز في راسو، وين حتشوف مقابله تاع كره يد. هذا ما كان ان شاء الله. هي نوفو بريزيدون تاع لا كوميسيون ناسيونال لاربيتراج مسيو عبد اللطيف قهواجي سيقوم بالمهمه تاعو لان سي ان اونسيان بولور اي ريست لا فيليسيتي لان il était présent في المباراه برج بعريرج مجمع بترولي. il a fait du très bon boulot il a été vraiment à la hauteur كما كان مسيو لو فيس بريزيدون ادريس حساوي et le secrétaire général تاع لا فيديراسيون شامبيون دو بال مسيو رباح جيلاميت. دونك مسعود يقول لك
باش يكون ان تري غران ماتش لازم يكونوا دو غران زيكيب اي ان غران اربيتراج دونك المجمع البترولي ونادي الابير دو غران زيكيب وحميدي مع بالخيري كانوا دو غران زاربي في الماتش هذا سير بالك حنا ما شفناش الماتش هذا مي اربيتراج ديجا اربيتراج وين جو كوا مع انتوتا في انتوتا وي اكزاكتومون وين كان الماتش ثاني سو بريسيون وين حنا كنا منهزمين مقابلتين كنا حنا مع انتوتا والماتش كان عليه لونجو تاع الحمد لله داروا مقابله في القمه شوف الشهاده تاعنا وشهاده تاع فريق انتوتا وين هزموا وفيليسيتوهم هذا الشيء دروك قليل رانا نشوفه في البطوله الجزائريه وين الفريق باقي ينهزم وفيليسيتي لي زابين الحمد لله نقول لهم ان شاء الله يكملوا كي على هذه المسيره وين دانيال مو كانوا شامبيون دافريك وين كان على زيكو قال لك داروا بطوله في القمه وان شاء الله ماذا بينا نشوفه في المحافل الدوليه بوكوبا شامبيون دافريك دي ناسيون ولا حتى مونديال ان شاء الله ان شاء الله وهاني ان كما قال بركوس لفريق عينتوتا اللي بقى مدينه كره اليد ومدرسه كره اليد وتربيه كبيره عاليه برافو بوغ عينتوتا بوغ لو ماتش جي اس بي البيار اناث خدينا ركن صغير سميناه لي توب سي دير احسن 3 لاعبات من كل فريق نشوفوا مع الياس يبعث لنا يجو في ان كومونتير خيرنا عند فريق النادي الابيار 3 لاعبات اللي هما إلهام غريسي التونسية avec ses 5 buts les marquettes et véritable plaque tournante تاع الفريق الأبيار pourtant هاد اللاعبة سجلت الهدف الأول تاعها في الدقيقة 17 هاد الشيء n'est pas inhabituel لأن في إلهام غريسي التونسية دولية تونسية تماركي plusieurs buts durant toute la rencontre هذا يدل بلي كان الفريق المجمع البترولي كان مليح في الدفاع ولكن اللاعبة إلهام غريسي أدت مباراة من أروع ما يكون. لو دوزيام توب لفريق الأبيار كي تشوفوا هي إيمان بن عمر اللي ما كناش كنسنوا فيها ميور بيتوز دي ماتش افيك 7 بوت سجلتهم تلت هذه المباراة وتبقى كومام ان إليمون تري امبورطونت في ليشيكي تاع المدرب كريم عاشور لاعبة التالتة فريال بلوشراني ماغري سون جوناج اللي جونيور على أنكور 18 ans خدات تلت دق 3 فوا 2 مينوت خرجت البطاقه الحمراء ولكن ماغري لو كارطون روج و لاش تاعها الا في ان ترافاي اكستراوردينير اون ديفونس في الدفاع فريق النادي الابيار هذا من جهه النادي الابيار عند اناث المجمع البترولي اخترنا يعني 3 جواز الاولى بيان سور سهيلة عبد القادر الحارسه اكسيلون ديرون طول الماتش دارت 12 اغي الا ايتي تري تري ديسيسيف في بعض الاحيان وين فريق الابيار ما خداش الفرق ولا باش يعدل النتيجه في المرتبه انفا زنا خيرنا ساره بنبي نوتامون في الدفاع وين الا جوي برسك طول الماتش اون اتاكي اون ديفونس لا فيفاسيتي تاعها اي بي لو كوراج لابنيغاسيون افيك بايا بنبي ساره بايا بنبي سجلت 4 اهداف واللاعبه الثالثه هي التونسيه شيماء جويني pour son engagement mais marquait il a 4 اهداف ولكن شفنا وهذا السؤال راح نطرحوه على مانو شفنا ما كانش حلول عندما اللاعبه شيماء جويني يحكموها ا لا دي فيديوال هم لي 3 توب تاع دو شاك ايكيب نعود لمانو السؤال راني نصحته لك ديجا با دو سوليسيون كي شيماء جويني يحكموها الانديفيديوال براتيكمون في المقابله هذه على كل حال هذا يبقى رايي الشخصي وين يعني باحي بيان بلاسي بور نو باري دو سا ولكن ان شاء الله بيان سور وين في المقابله هذه شفنا باللي كي حكموا شيماء وين لاعبات كامل اللي يستناو في شيماء يحبوا وعلى كل حال انا هذه على بالي بلي رابح ما خفاتلوش وين بريبارا لي جواز وين يحكموا شيماء دونك عندهم خدمه واش يخدموا دونك انا قلت انا من قبل المقابله جرت كما لازم الحال كانوا يتحكموا فيها البنات وين الدقائق الاخيره كانت حاسمه وين دي بتي ديتاي وين فريق الابيار استغلوها سجلوا اهداف فازوا بالمقابله باسكو هذا يدل بلي سي فري اجون جوي انتيليجامون لي في تاع البيات مي اسكو هذا يدل بلي الفريق تاع المجمع البترولي البنات دون بان كرو اون لا فيكتوار نوتامون في لي ديرني مومون بون سانسيرمون سيتي ام تي رو لاشمون ولا وين نقولوا وين كانوا البنات كي نشوفوا في الكونسونطراسيون تاع البنات لونديرونس تاعهم في لا كونسونطراسيون ما كانتش طويله وين شفناها في ديبيو تاع الماتش وفي لافان تاع الماتش ما كانتش دونك انا كيما يقول لك ديما يقعد هذا رايي الشخصي وين لازم واحد يحضر البنات من هذا الجانب
بسيكولوجي وين اون بريباراسيون مونطال تكون ديرون هاد لا بيريود وين نحسوهم بالمسؤوليه هذه ان شاء الله. دونك لو ماتش ريتور امبورطون الماتش نو با امبورطون لو ماتش ريتور اي ديسيزيف باسكو لو ماتش امبورطون صرا في البرج كيفان 18 مقابل 17 لفريق نادي الابيار ديسيزيف اليوم الجمعه لي بروبابيليتي باش نتبعوا مع الخدمه اللي دارها لنا الياس وسمير المونتور على السنتي باش لي بروبابيليتي باش البيار تكون شامبيون الجزائري لازم لها فيكتوار ان ماتش نيل وانهزام بفرق هدف واحد ولكن النتيجه تكون اقل من 18 مقابل 17. هاد هما لي 3 بروبابيليتي باش فريق نادي الابيار يكون بطل 2016-2017. الان المجمع البترولي باش يكون بطل 2016-2017 لازم له فوز اكثر من هدف 2 بوت ديكار 3 بوت ديكار ولا 4 بوت ديكار وفوز بفرق هدف واحد ولكن النتيجه تكون كبيره اكثر من 18 مقابل 17-19-18-20-19-21-21-20. Il faut pas que la victoire تكون تحت 18 مقابل 17. En cas de victoire du GSP, فوز مجمع البترولي على الابيار بنتيجه 18 مقابل 17 سيتادير لو ميم سكور ميم نتيجه تاع لو ماتش الي اي سورا بروسيدي او غول افيراج جينيرال. يشوفوا شحال كاين الاهداف اي لا ديفيرونس دو بوت. حاليا فريق الابيار عنده 492 بوت ماركي كونتر 293 بوت انكيسي في الحين المجمع البترولي عنده 412 بوت ماركي و249 بوت انكيسي. هنا كانت كي شفتوا هذه الارقام راكم تشوفوا بلي المباراه هذه جرات اونتر لا ميور اتاك اي لا ميور ديفونس. ميور اتاك سي نادي الابيار اي لا ميور ديفونس هي المجمع البترولي. انكلو لو دوسي تاع الماتش مجمع بترولي والنادي الابيار ونروحوا الى ركن زمن يا زمن. ركن زمن يا زمن يبقى دائما هي صوره شفناها الدات دو 1992 صوره جميله اللي تؤكد بلي الناس على الهوندبال كاين بزاف يجلسوا في الهوندبال ويحبوا كره اليد. راح يعلق عنها هو مانو يعلق لنا علينا راهو يضحك راك تشوف مانو شوف انا باش لاغم انا باش لاغم من كاع. ايبا هاد الصوره 1992 فينال دو كوب لجيري جونيور بين فريق دي ان سي مولوديه وهران في قاعد حرشه و اللي يهضر معكم راهو يحاور اللي راهو يهضر معايا سعيد لاسيط راهو مع مانو كثير اللي كان كادي في الحين علقنا شويه عليها هذه مانو. على كل حال الصوره هذه زهير نشوفوا رانا نشوفوا في زهير او مامور لابس نوار الله يرحمه توفى روبيناتنا. هذا باش الناس تعرف بلي هذا كان سائق حافله تاع اتحاد البناء وين كان يحب كره اليد يتما ما عندوش ديفيرونس. هو سائق اتحاد البناء ما عندوش ديفيرونس تاع يحب غير اتحاد البناء كان يحب لي زيكيب تاع الشرق الغرب الجنوب والشمال. دونك هذا بور افور اون ايدي كيفاش الناس تاع بكري كانت تحب الهاندبال. ولي راهو بون راوي لي راهو مرايا بالبراسار امين غوماري اللي نحييه نهيد كيف كيفه مليح. وهذا اللي هو هذا الموستاش هذايا سعيد لاسيت. هذا سعيد لاسيت اللي كان هنا في اعز شبابه. صح هنا في كل كاتيجوري في كل كاتيجوري هذه انا كنت كادي. هنا كنت كادي نلعب مع لي جونيور هذه فينال كوب دالجيري في حرشه. هذه الصوره راهي تعبر اشياء كبيره ورسميا وصاعدا امانو تعد عيط لي عمو بيان سور عمو فوالا تخي بيان. سيتي لا بيل ايبوك تاع لو هوندبال لا بيل ايبوك من لي ماتش دو هوندبال ميم لي كادي لي جونيور كانوا يجوا بزاف لي فامي يشوفوا مباراة كرة اليد. مسعود كي تشوف التصويرة هكذايا ها ساعد باش والله تشوف مانو حاجة ما تبدلت فيه باك الكوبا غير هي غير لاج لي زاد مول هو عنده مول واحد على حسب ما كنا نسمعوا بلي كان كرون جوا فيها سورتو مين كان كادي جونيور ناهيد بن حراتس اللي راهو موراك سيتي امين عمر وي سيتي لا بيل ايبوك اي سيتي بارك الله فيك مسعود اي سيتي لا غروند ايكيب تاع البناء اللي راك شايدو في يدك ديكتافون 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 بكري كانوا ديكتافون ديكتافون وما شفتش نوادر فوق شعري يا دوك اللي نحب نشوفهم اي لا غالب صورنا هكذا مانو قاعد بصح واش كان في يدك مانو ديبلوم تاع مير جوال خرجت
بيان سور سي بور سا شفت اما فوالا مانو كثير سيتي اون 1992 مانو ولا عبد الرحمن كثير مانو بور لي زانتيم كيما قلنا احمد لوكيل بور لي زانتيم عبد الرحمن كثير 1992 اللي كان فاز بكاس الجزائر فوالا لا روبريك زمانيه زمان اون لاكلو ونروحوا الى لي مود لا فان مسعود نبدا مسعود سا نوزا في ان اونور كي جيتنا اليوم في الهوكار تي في خويا بليزير بارتاجي وميرسي وان شاء الله ما تكونش هذه اخر مره الماتش بروشو ماتش مع انتوتا ان شاء الله فيها اخبط ان شاء الله ماتش مع انتوتا كما قال مانو ما غياني اونكور جوي مازال لحد الان ماتيماتيكمون ما انا شامبيون ان شاء الله رانا انا اوبليغاسيون باش نفوزوا بهذا المقابله وان شاء الله ربي يجيبها في الصواب مانو سؤال اخير وي رضا الزقيني دير لا بريسيون والله غير تجي تشوف بون لا بريسيون على بالك بون يا حليل كيما نقولوا يا حليل باسكو المنصب هذاك والله غير ماهوش ساهل كيسيون تاع كنت جوار كنا نقولوا لا بريسيون تيفاكويا يبدا الماتش بصح دوكا راني كيما يقول لك دارير لا بار وين وين ما تقدرش تيفاكويا لا بريسيون وانا كيما نقول الرضا ولا اي مدرب ولا ماهيش سهله ماهيش سهله وين ما عندكش وين تيفاكويا لا بريسيون دونك على كل حال بالتجربه على كل حال الرضا بالتجربه كومام راهو سنين وسنين هو مدرب في هذا النيفو دونك يلفو افوار دو ليكسبيريونس باش تعرف كيفاش تكاناليزي هاد لا بريسيون والحمد لله كيما يقول لك انا راني نرفد من عند الرضا هاد الحوايج اللي راهم يعطيهم لي حوايج ملاح السنه الثانيه تاعك على في الطقم التقني تاع المجموعة البترولية ربما السنه الثانيه بفوز البطوله الحمد لله وهذا بفضل المسؤولين اللي نشكرهم على كل حال اللي عملوا هذه الثقه فيا ورضا وين عطاني كيما نقولوا عطاني كاع لي كارت وعطاني تما المسؤوليه وين خلاني نعوم في كيما يقول لك في البحر تما نعوم ويعوم ويعس الحوايج تما على كل حال نشكرهم ومام اللاعبين وين نشوفوا باللي راهم مشكورين على هذا خاطش كي تشوف هكا براتيكمون اون لو ميم اج وين برا رانا صحاب كيما العام اللي فات كانوا صحابي اللي تربوا معايا حماد هادف هشام بودرالي لاعبين واحد اخرين فلاح وين كان الميساج يجوز في التيران كانوا الناس يفهموا باللي راك في التيران دونك عندك زوج سوايع ولا ثلاث سوايع ولا شحال الوقت اللي تدرب فيه يل تو ريسبكت يل سون بروفيسيونيل وهذا العام رانا نشوفوا كيف اللاعبين راهم مشكورين لهذا الحاجه اللي انا جلي فيليسيت من هذا المنبر وين عطاوني الحلول في كل حاجه تما في لونترينمون وين ما لقيت صعوبات باسكو تونتريني بركوس ولا تونتريني سلاحجي ولا تونتريني بالرياح ولا اي لاعب واللي عنده اسم كي تهضر معاه في دي مومون دو تحب تعمل له لا بريسيون تلقى انسان يفهم هذه الحاجه ما يقدرش ميم با يل تو ريبون دونك فيليسيتاسيون ثاني اللاعبين اللي سهلوا لي المهمه اما برافو بور لو جي اس بي بور لا فيكتوار في البرج باريرج ا 60 مينوت دو بونور النادي الابيار اناث ا 60 مينوت دو بونور مجمع بترولي إيناث 60 مينوت دي بونور هذا يدل بلي هذا الأسبوع شفنا دو رونكونتر خلاصوا بأن بو ديكار برافو أو كاتر إيكيب إي برافو أوسي البرج بوعريرج داوغ في أون سيزون إكستراوردينار وزاوي بيردو بوتيتر أون باتاي مي با لا غير باسكو فو ريستوري توجور أون تخي بون إيكيب دو هاندبال إي لو هاندبال ألجيريان غراس أ سو جو غراس أ سو ترافاي فورني بار Nabil, l'entraîneur, notre ami Nabil, et le travail fourni par le président Khaled Achacha, la ville de Borj restera toujours une ville de handball. Mouchine El Karam, l'haqna ila nihayet al-hissa. Nous vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah.